النهاردة حلقة خاصة ومميزة بروح كده الاستكشاف والمغامرة. احنا طبعا متابعين خلال الفترة الأخيرة اهتمام الدولة بملف المحميات الطبيعية والاستغلال الأمثل للمناطق الصحراوية الجميلة في مصر. الحقيقة مصر نيل وخضار وجبال وصحاري، والصحاري لا تقل جمالا عن أي مكون بيئي أو طبيعي في مصر، وخاصة أن عندنا كل مقومات النجاح لجذب عدد أكبر من السياح اللي بيفضلوا هذا النوع من الزيارات والجولات واستكشاف الصحاري. في الشهور اللي فاتت شفنا وزارة البيئة المصرية بتشتغل على خطة استثمارية لتنمية حوالي 13 محمية طبيعية من المحميات المركزية عشان يتم تطويرها وظهورها بشكل أكبر على خريطة السياحة العالمية، وشفنا كمان اختيار ألواح الخارجة في محافظة الوادي الجديد كأول مدينة مصرية صديقة للبيئة تماما، وده الحقيقة بعد جهد كبير من المسؤولين ومن أهالي كمان هذه الواحات عشان ينموا هذه المناطق بيئيا وسياحيا ويحافظوا عليها، وواضح كمان الاهتمام بهذا الملف نظرا لأهميته. الحقيقة كمان أنه أي شخص محب للصحراء أول ما بيدخل عالم الواحات والصحراء في مصر ما بيقدرش يبعد عنه، لأنه بيعيش كل يوم حكاية مدهشة وبيتعلم شيء جديد عن الحياة، وبيتعرف كمان على نمط بعيد تماما عن زحمة المدن ودوشتها، وبتكون فرصة للهروب من الضوضاء، بتكون فرصة لالتقاط الأنفاس وللتأمل والاستمتاع بتفاصيل لأول مرة يمكن بياخدها في عين الاعتبار أو بياخد باله منها. مصر مليئة بالصحراء الجميلة، الصحراء الشرقية والغربية، صحراء الجلف الكبير، الصحراء البيضاء والصحراء السوداء. والنهاردة هنتكلم أكتر عن عالم الواحات والصحراء المصرية مع ضيفنا، وهو ضيف مميز للغاية. هو مغامر ومستكشف وكاتب ومصور ورائد للسياحة البيئية، هو الأستاذ وائل عابد، المستكشف والكاتب والمصور والخبير البيئي في رحلة خاصة النهاردة لاستكشاف الصحراء المصرية، وهيحكي لنا باعتباره من أوائل الناس اللي خدت الخطوة دي في بداية التسعينات، وهنتعرف كمان على كواليس مشاركته في جولات علمية بحثية تابعة لشؤون البيئة المصرية لضم محميات جديدة لخريطة المحميات في مصر، وكمان تجربته الرائدة في السياحة البيئية في مصر في الواحة الداخلة، واللي حصلت على إشادات عالمية على مدار سنين فاتت.